لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. الكسكس او الكسكسي المطبوخ بدون اي اضافات، طبعا المطبوخ على البخار اللي بيبقى موجود طبعا في الاسواق بدون اي اضافات. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية للكسكس او الكسكسي المطبوخ والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في الكسكس او الكسكسي السادة المطبوخ بدون اي اضافات، للجرام الواحد السعرات الحرارية 1.1 سعر حراري، بروتين 3/100 جرام، كربوهيدرات 23/100 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في الكسكس او الكسكس المطبوخ بدون اي اضافات، للمية جرام السعرات الحرارية 112 سعر حراري، بروتين 3.8 جرام، كربوهيدرات 23.2 جرام، دهون 16/100 جرام. القيمة الغذائية في الكسكس او الكسكسي المطبوخ بدون اي اضافات، لمعلقة كبيرة مليانة زي ما شفنا في الفيديو السابق بوزن 12 جرام، السعرات الحرارية 13 سعر حراري، بروتين 45/100 جرام، كربوهيدرات 2.78 جرام، دهون 1/100 جرام. القيمة الغذائية في الكسكس او الكسكسي المطبوخ بدون اي اضافات، لخمسة معلقة كبيرة مليانة بوزن 60 جرام، السعرات الحرارية 67 سعر حراري، بروتين 2.27 جرام، كربوهيدرات 13.9 جرام، دهون 9/100 جرام. طبق او بولة كبيرة بوزن 122 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق. القيمة الغذائية في الكسكس او الكسكسي المطبوخ بدون اي اضافات، لطبق او بولة كبيرة بوزن 122 جرام، السعرات الحرارية 136 سعر حراري، بروتين 4.62 جرام، كربوهيدرات 28.3 جرام، دهون 19/100 جرام. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير وتضغطوا على علامة الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله على القناة. ولو حد حابب يشاهد كل الفيديوهات الموجودة على القناة، هتظهر ايقونات في نهاية الفيديو، اضغط على ايقون السعرات الحرارية في جميع الاطعمة. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي اطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.